السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب، وما ينفعش يجي رمضان من غير كوباية الزبادي اللي بتعمليها بايدك. هنعمل النهاردة الزبادي بنكهة الفراولة بطريقة تحفة جدا. طعم الزبادي بجد يجنن ان شاء الله لما تعملي الطريقة دي، هتعجبك قوي. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اعمله. ويلا بقى على طول نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة كده نسمي الله. معايا هنا لتر من الحليب، انا غليته وبعد كده استنيته لما يبرد خالص وشلت الوش بتاعه. اللبن ده مش دافي، فاتر يعني زي دمعة العين كده، تمام. هاخد بس منه كده نص كوباية علشان افك المقادير بتاعتي الباقية معايا فيها. خدت شوية من الحليب دوا في شفشق الخلاط، هحط الحليب نص كوباية الحليب، واحط معلقتين كبار من السكر، وعندي كمان هنا انا هعمل الزبادي بنكهة الفراولة، فجبت ايس كريم، فجبت مسحوق الايس كريم دوا بطعم الفراولة. هاخد بس منه معلقتين كبار. طبعا احنا هنا بنضيف السكر علشان طعم الزبادي اللي بالفواكه بيبقى فيه نسبة سكر، على عكس طبعا الزبادي الابيض بتاعنا البلدي اللي مش بيبقى عليه سكر خالص، تمام. هضيف كمان كوباية من الزبادي، وهضيف كمان معلقتين من الحليب البودرة، بيدوا طعم حلو قوي للزبادي، سواء بقى كان زبادي بالفواكه او زبادي من غير اي اضافات عليه. خلاص كده دي كل المكونات بتاعتي، هضربها بقى في شفشق الخلاط او بالهاند بلندر او بالمضرب الكهرباء، المهم يبقى الخليط كله متجانس مع بعضه. خلاص كده انا ضربت الخليط كويس جدا لحد ما بقى ناعم خالص اهو. هجيب بقى باقي الحليب بتاعي، وهجيب المصفى وابتدي بقى اصفي الخليط ده كده عشان لو في اي تكتلات ما تنزلش في اللبن، وطبعا كمان انا مش عايزه الرغاوي دي. الحبيبات دي انا مش عايزاها، عشان لما بنيجي ناكل الزبادي بنحس ان في حاجات جواه كده بيبقى طعمها مش لطيف. هقلبهم بقى كويس جدا كده في بعض لحد ما الخليط كله يندمج. هجيب بقى الكوبايات اللي انا هحط فيها الزبادي، حطيت الزبادي في الصينية بتاعتي كده رصيتهم، وهحط عليهم مية سخنة لحد نص الكوباية كده، مية السخنة توصل لحد نص الكوباية، وعلى طول هروح احطهم في الفرن، فرن البوتاجاز عشان مكان دافي يعني. طبعا لو احنا في الشتاء الكوبايات الزبادي بيتعمل من 8 ساعات ل 10 ساعات لو الجو برد، ولو في الحر في الصيف يعني بيتعمل في 6 ساعات. فانا دلوقتي بقى هروح احطه، ولما يتعمل ان شاء الله الصبح كده، احنا بالليل دلوقتي على الصبح كده، هحطه في التلاجة كمان ساعتين وبعد كده هاجي اوريكي شكله. وده شكل الزبادي بتاعي بقى بعد ما طلع من الفرن، وبعد كده رحت على طول حطيته في التلاجة لمدة 3-4 ساعات زي ما قلتلك. شوفي شكله عامل ازاي، طبعا هو لونه احمر اكتر من كده لكن في الاضاءة مش باين. عايزة بقى اوريكي كمان القوام بتاعه من جوه قد ايه ان هو كريمي، مش قادرة اقولك والله تحفة.
كوباية بصي عاملة ازاي، مفيهاش اي مية ولا اي حاجة، ده يدل على نجاح الزبادي. ان شاء الله تجربي الطريقة دي وتعجبك. وما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفي القناة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اعمله. وما تنسيش اللايك، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم النهاردة، وبألف هنا والشفا.